لأول مرة التحكيم السويسري صفر مباراة ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الأفريقي. الحكم جيروم لابيرير دولي منذ 3 سنوات وأدار مباراة إياب الموسم الماضي بين مستقبل المرسى والنجم الساحلي. طالبنا حكم أجنبي باش نقبلوا منه وما نقولناش احنا الحكام الأجنبيين ما يغلطوش، يغلطوا كيف التوانسة ويمكن بعضها في بعض الحالات أكثر من التوانسة، لكن نقبلوها من عند حكم أجنبي خاطر نعرفوا اللي ما عندوش معناه ما يخدمش راسه وما يخدمش مخه. 4 لاعبين يسجلوا أول ظهور لهم في الدربي على مستوى البطولة، زين العابدين السويسي من الترجي الرياضي، بالعيفة حمزة المسعدي، فانسون تشالا من الإفريقي، والترجي وفيه للرسم التكتيكي 4-4-2 اللي راموا بيانفيوني في الهجوم. الإفريقي اختار خط 4-2-3-1، تقولي تشالا كرأس حربة، والمدرب بن شيخة يختار دربيلي لمحاصرة مايكل إنيرامو. كأنك متخوف من المقابلة؟ مش متخوف، محتاط، سيت ان ديربي، قلت لك اللي امبريفيزيبل، جام ما خافش، ما نعرفش الخوف، محتاط، محضرين رواحنا، نخمم في لونطام دي ماتش، نخمم واش حضرنا احنا تكتيكمون، اسكو يخرج لنا ما يخرجش. Are you ready for this match? Now answer. عشر دقائق أولى حاول فيها كل فريق ربح ثنائيات فردية وكثرت فيها المخالفات. تدخل من عبد المنعم الدربالي، وليد التايب ويتحسن أوري بيانفينو، محاولة وحيدة من جانب الترجي الرياضي مايكل إنيرامو وجد أمامه الحارس النبزي في الدقيقة الثامنة. طريقة الضغط العالي كانت سلاح الإفريقي، الضغط في الثلث الدفاعي للترجي الرياضي هذا كان أفضل طريقة لأبناء بن شيخة. التمركز الجيد في وسط الميدان وعملية افتكاك الكرة طريقة مكنت لسعد الورتيني لتخريج فانسون تشالا وجه لوجه مع الحارس فسرون في الدقيقة 15. التوغولي ينهي العملية في الشباك الترجي، هدف أول الإفريقي. سيطرة أبناء باب جديد تواصلت ونشاط كبير من جهة اليمنى من دفاع الترجي، الذوادي تشالا، التوغولي اختار الحل الفردي. على نفس الجهة عمل كبير بين السلامي والذوادي، الذوادي في التمرير وتشالا في مكان مناسب يضيف الهدف الثاني، هدفين لصفر بعد 18 دقيقة لعب. تشالا تشالا إلى الميدان في سرعة من البرق، لأن في كيفاش يرفع الراس بتاعه وكان في حر معناتها حبينا نخرجوا برابيد ما معناتها بالكوره معناتها من الجارديان نخرجوا بها رابيد واحد معناتها عندنا ديزا تاكون تروز تاكون معناتها القدام معناتها حبينا نباغتوا معناتها الفريق الضيف معناتها بالوقفه نتاعو معناتها في لي كورنير اللي جاتهم معناتها حمدي معناتها خذينا الكوره معناتها حبينا نلعبوها رابيد واحد هذاك اللي حدث العكس مش نلعبوا ديفونس ليني نحن. سيناريو غير متوقع لمدرب الترجي كبرال، اول عمليه هجوميه كانت في الدقيقة 22، الكرة توصل لياني رامو حاول التخلص من دربيلي، بلال عيفة يحاول الكرة للركنية، تتنفذ الركنية من الوليد التايب، بلال عيفة يصعد مع الدراجي والحكم السويسري لابيريير يعلن عن ضرب جزاء للترجي. مايكل إني رامو يسدد وينجح في تسجيل أولى أهدافه في الدربي على مستوى البطولة في الدقيقة 24، الهدف الثامن في رصيده هذا الموسم. تذليل الفارق بعد 22 دقيقة رفع من معنويات أبناء باب سويقة، وأربع دقائق كانت كافية للتعديل، مخالفة جانبية تحصل عليها التايب، نفس المدافع بلال عيفة في محاصرة أسامة الدراجي تتنفذ المخالفة وأسامة الدراجي يتخلص من الرقابة وبرأسية يعادل النتيجة 2-2 بعد 28 دقيقة لعب. نقصتني شوي كونسنتراسيون في البالاريتي، أنا جبت بلانتي ديك الكورة معناها إن شاء الله معناها ما عادش نعاودوك. الحمد لله معناتها شفت ربي وفقني ديما نسجل بالراس، جيت اليوم بالاريتي لقيت روحي فهمت معناتها في موقع باهي مركيت سجلت بالراس كالعاده، وهذيك توا حاجه معروفه وليت نحس روحي في كل ماتش معناتها النجم مركي. سيناريو مجنون لمباراة لا تقبل التكهنات، وهذه عملية هجومية أخرى للنادي الإفريقي في دقيقة 33، الذوادي تشالا، التوغولي يمهد ليوسام بن يحيى يسدد، والحارس القصراوي على المرتين. مرة ثانية حمدي القصراوي
الافريقي الغار وحاول لعب اكثر على الاجحى على غرار كره عيفة يتشالا واحده اثنين مع المسعدي وحكم يعلن عن وجود تسلل. ثم دقيقه 41 هجوم معاكس سريع يا ابني بن شيخه الذوادي لبن يحيى تمهيد ممتاز لتشالا التوغول يمر بجانب الهدف الثالث. كاد يكون شوفوا بالنسبه لفريق الترجي الذي التونسي عنده صعوبات دقيقه بعد وسام بن يحيى يوزع حمزه المسعدي وعربي جابر في منطقه 18 متر مهاجم الافريقي يسقط والحكم السويسري يامر بمواصله اللعب. 2-2 في شوط اول عاد فيه الافريقي للتهديب بعد ثلاث سنوات متتاليه عجز فيها عن تسجيل 45 دقيقه الاولى والترجي الرياضي اكد قوته على مستوى الكرات الثابته. شوف 4 بونتو في شوط اول والله يا هذيك هي جزئيات الدربي احكام الدربي هكاك ما تعرفش وقتاش باش مركز لازم تكون مراكز دقيقه 90 قبلنا زوز اهداف في بلاريتي قل التركيز حربي يظهر لي 4 اهداف الحراس المرمى يتحملوا فيها حتى مسؤولين. لا ما يتحملوا فيهم حتى مسؤولين. ظهر لي المدافعين اليوم هما ما كانوش في فورم. لا علاش هذيك هي مباراه كره قدم لازم فيها اهداف لازم واحد يغلط هذيك هي معناتها هذاك الجو معناتها لازم فما اهداف. وي سي اكستراوردينير يا تري بون بوبليك un bon match très beaucoup d'engagement et c'est très bien. Une bonne attitude des joueurs, 4 buts, une demi-heure, je pense que c'est bon. Et qu'est-ce que vous pensez de la deuxième mi-temps? Oui, enfin, ils ont beaucoup couru la première mi-temps. Maintenant, bon, je pense que le résultat aussi, un match nul, c'est pas mal. Bon, ils attaquent pas beaucoup maintenant. Mais c'est quand même, il y a de bonnes techniques. النسق ارتفع مع دقيقة 50 عمل هجومي للترجي من وسام بكري يوزع ورأسية النيجيري إني رامو تصدى لها الحارس النفزي. الإجابة كانت سريعة من الإفريقي بلال عيفة في دور هجومي وزع وتسديد الذوادي الرأسية ضعيفة في دين الحارس القصراوي. والمدرب حاول في نصف الساعة الأخيرة من المباراة لعب أوراق إضافية كبرال يقوم بثلاث تغييرات مساك لمكان الدراجي زيد دربالي مكان جونفي في تعويض اضطراري ووجي بوعزي ياخذ مكان وليد تايب بن شيخ لعب ورقة المعمري وحضرية مكان المسعدي والسلامي لكن التغييرات ما كان لهاش أثر إيجابي على مردود الفريقين. لشانجمون مش لازم القرآن الكريم شانجمون ديرو هو راح يربح لك درت دو شانجمون أوفنسيف على الكلوارات شفت يعني بين حموده وبين بين بين بوشعاله ودرت شونجمون في الوسط تاع حضريه بور انيمي شفت اسامه وجعته رجله بور انيمي بيان بون عطات الاضافه ثم حركيه نوعا ما بون في وقت ديمي تون وقت بون ان شونجمون جونفي تضرب دخل زيد دربيلي بون لي دو زوتر شونجمون انا ومساكني بون الحمد لله عملنا اللي علينا ما تواصلناش بسجلنا ما الحمد لله الحمد لله نتصورش كان واحد ما عطاش لي اضافه. دقيقه 73 وسام بن يحيى في تنفيذ مخالفه مقوسه والقصراوي في اخر لحظه يحول الكره للركنيه. 4 دقائق من بعد هجوم معاكس للترجي المساكني يمر للنيجيري انيرامو يسجل والحكم يعلن عن تسلل. الترجي ركز لعبه على الجهه اليسرى من دفاع الافريقي ومثل كل من بوعزي وانيرامو خطر كبير على غرار تسديد مايكل انيرامو والحارس النفزي بصعوبه. ثم الظهور الاول ياسين بوشعاله في دربي العاصمه في دقيقه 84 مكان الذوادي وفي اول كره طالب بضرب جزاء. ديربي الترجي الرياضي والافريقي ينتهي على نتيجه 2-2 باقتسام النقاط. ديربي عرفنا فيه هدفين جدد اتشالا الدراجي انيرامو وهو الديربي الذي لا يعترف بالاحكام المسبقه. عربي يظهر لقطه اخر الماتش هي احسن لقطه يظهر في الماتش اليوم. والله صحيح كل شيء تعدى الكره تعدى تقعد ليسونسيال الروح الرياضيه في الاخر هي معناها الوجه اللي لازم نقدموه معناها. نجم نقول مونك ديكسبيريونس شويه منا نحن خاطر فما برشا وليدات صغار ما عرفناش نستحفظوا على اوموان الميتون الاول لكن اون تو يظهر لي تعدى ديربي حلوك هاو. احمد ساعه عيد ميلاد سعيد. يعيشك. يظهر لي عيد ميلاد اليوم كنت اتمنى انك تفوز. كنت اتمنى الحمد لله حتى النقطه ماهيش خايبه ديما تخلينا معناتها في المرتبه الاولى نتاعنا وحاجه باهيه بالنسبه لنا. تو جولز ان ذا فيرست ديربي. يا It's a good thing and I hope to continue like that, to score more and more and more in Tunisia League this year. And thank you are you. Very happy, huh? Yeah, I'm very happy and I thank God for it. I'm going to go to the 4th match.
تيتولير فهمتني كوقع الحمد لله اللي قاعد نعاون في صحابي كل شيء. اليوم مازال خذيت ثقه في روحي لعب اول دربي معنا نجحت فيه الحمد لله ان شاء الله الماتش زين اللي نحيت السيفال لا علينا حتى السيف صلي على النبي حس الفريق بقي يتحسن مباراة الاخرى بيسير ما لازمنا ديما نتحسنوا ماناش نحن نعرفوا اني كونسيون اللي عندنا برك شغلات نعرفوا اللي ثم حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه ان شاء الله قاعدين نخدموا غير بنفس الوقت ليسونسييل نو زافون في لو ماتش كيل فالي فير من كل النواحي ليسونسييل نجح الديربي في اللعب في الاجواء في الامبيونس في الروح الرياضيه بين الترجي والفريقي هذا ليسونسييل كنا نتمنوا نربحوا سا سي سور ربحين 2-0 كانت كاين اخطاء في اسو نيفو ما يسامحوكش خويا العزيز كاين اخطاء الوقت اللي تيراج دو مايو في 18 متر ما يسامحكش الوقت اللي بالاريتي تدخل ما يسامحش راضين على اداء الحكم اليوم بصراحه لا ما ندمتوش لا ما ندموش حتى في المقابلات الحاسمه باش نواصلوا بنطالبوا بالحكام الاجانب راني قلت لك معناها متفاديا للمشاكل اللي نجم يعرضها الحكم التونسي لا غير الحكم هذا صراحه سرق الانتصار من نادي الفريق اليوم مقابلة كانت في اتجاه واحد لكن للأسف الحكم هذا الحكم السويسري اللي صراحة نستغربوا الحكام الأجانب هذوما اللي تجيبهم لنا الجامعة منين تجيبهم لنا وعلى أي اعتماد على أي مقياس